5 رحلات أسبوعية نحو باريس، مارسيليا، إسطنبول، برشلونة وتونس. أول رحلة انطلقت صباح اليوم على متنها 60 راكباً ووجهتها باريس. 300 راكب سيعودون على متن نفس الطائرة زوال اليوم، فيما يبقى عدد المسافرين المغادرين متعلق بالإجراءات التي تتخذها الدول المعنية بوجهتهم. فيما يخص اليوم، قمنا بأول رحلة كانت خاصة مطار أورلي. الرحلة ذهبت على الساعة 9، ويكون هناك رحلة ثانية تجي من مطار أورلي إلى مطار هواري بومدين. كل حيقابلهم هناك بروتوكول صحي لإقراره وزارة الصحة، يكون استقبال المسافرين وأخذهم على المقر الحجر تاعهم لخيرات وزارة السياحة. ما يفوق 6000 تذكرة بيعت من طرف الخطوط الجوية الجزائرية منذ بداية الأسبوع. الفتح الجزئي للحدود أعاد الأمل للمواطنين. الخطوط الجوية الجزائرية طرحت التذاكر تاعها يوم الأحد الفارط، كانت عملية على مستوى الوكالات، وكانت العملية أيضا على مستوى الأرضية الرقمية وعلى مستوى مركز الاتصالات. لاحظنا أنه في الوهلة الأولى بعنا أكثر من 6420 تذكرة في لوسونس الخارج إلى الجزائر. قعدت وسنيت ألجيري، والحمد لله اليوم خبر مفرح اللي حلونا باش رونوفلي البي تاعي، كاع الى خلص ان بلي سامبوليك سا مي ديرونج با، مي بصح نمشينا في مليون كي خلص دوبل بي مع الشركه تاع بلادنا سيميو. مع استئناف الرحلات الجويه من والى الخارج، اجراءات تنظيميه وامنيه مشدده على مستوى مطار الجزائر الدولي. مديريه العمل الامن الوطني متواجده هنا من خلال التشكيل الامني الموضوع لمرافقه الأطقم وتسهيل مهام الأطقم الطبية الصحية المكلفة بمراجعة التحاليل والاطلاع على صحة أو معرفة الحالة الصحية للمواطنين الذين سيلجون أرض الوطن. نجاح المرحلة الأولى لفتح الحدود الجزئي من خلال وعي المسافرين واحترامهم للبروتوكول الصحي وحده من يحدد إمكانيات الفتح الكلي، بعد مرحلة التقييم الأولية التي ستقوم بها اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا.